ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا ان شاء الله هيكون عن ازاي نلزق الشكل بتاعنا على المج. ناس كتير سألتني ازاي بتلزقي الشكل بتاعك بالعجينة على المج، هل بتلزقيه بغيرها، هل بتلزقيه بالشمع. النهاردة ان شاء الله هنوضح انواع اللزق المناسبة والخطوات بتاعتها، ويا رب تعجبكم ويكون مفيد ليكم. بالنسبة للزق الشكل بتاعنا على المج، في أنواع كتير من اللزق، أسهلهم وأكترهم معروف يعني الشمع. طبعا مش مناسب أبدا لأنه بيفك، ومع سخونية المج لما هنحط فيه أي حاجة سخنة هيفك، ده مش مناسب. في ناس سألتني على الغيرة، الغيرة طبعا مش مناسب أبدا، الغيرة بس ممكن يمسك الشكل بتاعي العجينة مع بعضها وهي لسه طرية. اكتر نوعين استخدمتهم وكانوا مناسبين هو النوع اللي في الصورة الايبوكسي، ده متوفر في المكتبات الكبيرة ومتوفر عند بتوع مستلزمات البويات، هتلاقوه موجود كمان في السوبر ماركت الكبيرة. ده اكتر نوع مناسب واكتر نوع بيمسك الشكل وما بيفكش من عليه. وفي انواع تانية زي اللي احنا كنا بنسميه قبل زمان امير، او اللي هتشوفوه في الفيديو ده، برضو مش وحش، بس لازم تكون الشكل بتاعنا رفيع مش زي العروسة كبير ولو وزن يعني. ويلا بينا نشوف الفيديو ونشوف بقى ازاي هنلزق الشكل بتاعنا، هنلزق العروسة على المج. لو ما شفتوش فيديو العروسة ازاي بتتعمل، ياريت تشوفوه في البطايق او تشوفوه في القناة بتاعتنا، تتفرجوا عليه كمان الاول. يلا بينا بقى نشوف. دلوقتي احنا دخلنا بقى في مرحلة مهمة جدا، مرحلة تلزيق الشكل بتاعنا على المج. اول حاجة المج لما بنشتغل عليه بنسيب الشكل بتاعنا، طبعا بيبقى طري، بيفضل على المج حوالي 3 ايام علشان ينشف. قبل كده الشكل ممكن يبقى طري يعني مش هينفع نلزقه. بعد 3 ايام او يومين بنفكه بالراحة من على المج وبنقلبه كده، بيكون الظهر من هنا طري شوية. دلوقتي هو نشف، انا سبته يعني، انا كان هو هنا كده، لما اتفك انا سبته على ظهره يعني حوالي يوم، لحد ما الجزء ده كمان نشف جدا كويس علشان اقدر ان انا الزق عليه، احط عليه المادة اللازقة بتاعتي. طبعا الانواع اللزق اللي احنا هنستخدمها اللي هعرفكم عليها هما اتنين انا بحب استخدمهم، في الايبوكسي جلو وفي الامير، يعني النوع ده اسمه مين روكس. في انواع كتيرة من الامير ممكن تنفع، بس الايبوكسي ده احسن نوع ممكن نستعمله. النوع ده شكله بيكون عبارة عن انبوبتين، كل انبوبة فيها مادة مختلفة عن التانية، مفروض واحنا بنستخدمها يعني بنضغط كده عليها زي الحقنة. انا هوريكم طبعا هنستخدمها ازاي. ده شكله، ده الكلام اللي مكتوب عليه، لازم يبقى الضغطة فيها النسبة متساوية من المادة دي والمادة دي، وبنقلبها لمدة دقيقة تقريبا، يعني ممكن نظبط الستوب ووتش بتاعت الموبايل على دقيقة، او ممكن مثلا نعد لحد 60 واحنا بنقلبهم مع بعض، وبعد كده نبدأ نستخدمهم. قبل كده مش هيلزق، هتلاقوا لسه اللزق مش بيلزق كويس، هتلاقوه لسه طري وممكن تفضلوا مستنيين كذا دقيقة ومش هيتلزق معاكم. المادة دي بتحتاج حوالي 3 او 4 دقايق عشان تنشف وتجمد على الشكل، على المج قصدي. ليه ده؟ النوع ده بحب استخدمه مع الشكل اللي انا اكون عاملاه زي كده تقيل، ليه وزن تقيل على المج. النوع اللي هو زي الامن روكس ده او زي الامير او الحاجات دي بيكون كويس، بس لو الشكل بتاعنا رفيع وخفيف، فطبعا انا بفضل النوع ده. بفضل ده في حاجات تانية ممكن امسك بيها شكل على شكل، بس نكون حذرين في الشغل بيه، لانه لو لزق في الشكل ونقطة منه جت في صباعنا هتلزق في الشكل وهتلزق في كل حاجة، هتبوظ الدنيا.
فده في حذر شوية كتير معايا في الشغل. طيب ايه اول خطوة هنعملها علشان نلزق الشكل بتاعنا؟ بعد ما نزلنا العروسة من على المج، في بقايا كده من العجينة هنا نشفت، طبعا دي مش هتبقى كويسة معايا وانا بلزق الشكل. فاللي هعمله هحتاج ان انا استخدم وايبس، وايبس اي نوع، يعني انا بستخدم النوع ده بامبرز لان انا معايا بيبي، فطبعا المناديل دي معايا على طول ما اقدرش استغنى عنها. باخد الوايبس وبمسك المج بتاعي وبمسحه كويس كويس جدا، بشوف لو في حاجة كده زي هنا مثلا، في جزء خشن هنا بمسحها. من كل الاتجاهات بمسحها من جوه. هستنى عليه ينشف شوية من الوايبس عشان هي بليته شوية. بعد كده هنيجي لخطوة التلزيق بتاعتنا. قبلها برضو دلوقتي الشكل، السطح بتاع المج بتاعنا ناعم قوي، والسطح بتاع العروسة برضو من ورا ناعم. لزق حاجة ناعمة على حاجة ناعمة مش هتساعدنا ان اللزق بتاعنا يمسك في بعضه كويس. فهنحتاج ايه؟ هنحتاج قطعة صنفرة صغيرة، صنفرة ناعمة. هنقلب الشكل بتاعنا على ظهره كده وهنبدأ نصنفر، نخربش خربشة بسيطة كده، بنعمل فيه خشونة وبنعمل فيه حبحبة يعني من ورا، يكون فيه نقط غائرة من جوه علشان تمسك فيه، ما تمسك اللزق في المج. طبعا بتشيل بقى معانا الصنفرة، بتشيل معانا الزيادات لو في زيادات بسيطة من الغيرة. نسيت اتكلم طبعا عن الغيرة. الغيرة يا جماعة ما بيلزقش الشكل على المج، الغيرة بيساعدني ان انا امسك الاشكال في العجينة في بعضها، لان العجينة متكونة من الغيرة، فبيساعدني انها تمسك في بعض وتعضم مع بعض. لكن ان انا احط هنا غيرة والزقه على المج، لا طبعا مش هينفع خالص لان هو ضعيف جدا. برضو انا شفت قبل كده ان في ناس بتلزق الاشكال بتاعتها بمسدس الشمع على المج، ده مش هيكون مناسب لو احنا هنشرب فيه. انا بستعملهم وبشرب فيهم عادي، حط فيهم اي حاجة سخنة ما يحصلش اي حاجة، النوع ده من اللزق مش بيفك خالص. لكن لو حطينا شمع، بمجرد ما الكوباية هتسخن الشمع هيفك وهنلاقي الشكل بتاعنا وقع. اللزق ده هيساعدنا ان الشكل بتاعنا ما يقعش من على المج لو عملناه بالطريقة الصحيحة بتاعته. وطبعا هو انا فكيت اللزق ده من العلبة بتاعته، بيكون مكتوب عليها إرشادات لازم نتبعها كويس علشان الشكل بتاعنا يفضل ثابت، أو عشان اللزق بتاعنا يبقى ناجح. برضو معلومة مهمة عن عجينة السيراميك على المج أو على الطبق أو أي حاجة من دي، يفضل إن احنا ندهنها بطلاء عازل. ممكن يكون في طلاء عازل مخصوص بيتباع للصلصال الحراري، مناسب جدا طبعا، ده كويس جدا. للي مش متوفر ليه، في طلاء شفاف سبراي بيتباع عند بتوع البويات، ده نقدر نرش بيه الشكل بتاعنا، او اضعف الايمان يعني المانيكير الشفاف هيكون برضو كويس. لو هنشرب في المج ده يستحسن واحنا بنغسله من الحاجة اللي شربناها المية ما تجيش على الشكل بتاعنا، ولازم يكون واخد طلاء. يعني ممكن ان احنا بنغسل المج بتاعنا بالجنب كده حاجة بسيطة من المية والصابون وننضفه وننشفه على طول ونشيله، لكن ما نسيبش الشكل بتاعنا يتبل بصورة كبيرة، ده هيأثر عليه لان ده في الاخر غيره ونشا. الصلصال الحراري بيكون معالج ضد المية طبعا والحاجات دي، لكن العجينة عجينة السيراميك لا. نكمل بقى اللزق بتاعنا، هنصنفر الشكل بتاعنا ده كويس ونشيل من عليه اي بقايا، وهنمسك برضو المج بتاعنا مكان العروسة، هنعمل خرابيش بسيطة قوي يعني ما نبوظش طبعا المج بتاعنا، لان المج بتاعنا ده ما يبانش فيه الخدوش والخرابيش دي، مكان بسيط بس كده مكان العروسة بتاعتنا.
بسيط كمان، نفضل نخربش كويس. تمام كده احنا خربشنا المج بتاعنا، هنبدأ نلزق. هنحتاج معانا اي غطا يكون يعني غطا اي حاجة احنا مش محتاجينها، لان احنا هنرميها بعد كده، مجرد ما هيجي فيها اللزق ده وهينشف احنا مش هنحتاجها. اللزق بيكون جاي معاه في العلبة بتاعته، القطعة دي قطعة مخصوصة للتقليب، بنقلب بيها المادتين بتوعنا. تمام، هنفتح اللزق بتاعنا كده. هو لو شايفين معايا هو فيه زي فقاعة هواء، لازم الفقاعة دي تطلع هنا تطلع لفوق علشان ينزل لي من المادتين قد بعض. هضغط من فوق هينزل معايا مادتين نازلين بصورة متساوية. هقفل كده الأنبوبة وهقلب. هنظبط بقى الموبايل بتاعنا على دقيقة ونفضل نقلب. دلوقتي احنا وصلنا لمرحلة كويسة في اللزق، هتلاقوا الشكل اللزق بتاعكم شكله بقى فيه فقاعات كده، هو جاهز خلاص ان احنا نلزق بيه. وما تبالغوش في التقليب لانه ممكن فجأة ينشف منكم ويجمد. هنعمل ايه؟ هنمسك الشكل بتاعنا وهناخد من اللزق وهنفرده كده، هنفرد كويس، نتأكد ان كل حتة في الشكل بتاعنا فيها لزق، ندخله في التنايات وفي الأماكن الصغيرة عشان نبقى واثقين ان كل حاجة لزقت بصورة سليمة، وان المج بتاعنا الشكل بتاعه مش هيقع من عليه، لان لو احنا عاملينه شغل واديناه لحد والشكل بتاعه وقع من عليه هيبقى شكلنا وحش قوي، مش هتبقى ظريفة يعني. هيفكروا بقى ان احنا مستخدمين حاجة رديئة جدا في الشغل، واحنا مستخدمين نوع كويس. يعني النوع ده سعره بيتراوح ما بين 25 جنيه ل 30 جنيه في مصر، ممكن في اماكن يبقى ارخص شوية، بس ما تستبدلهوش بأي نوع تاني، لأن في أنواع تانية من اللزق الإيبوكسي، ده أنسب نوع للصلصال الحراري وللعجينة السيراميك. هبدأ ألزق بسرعة لأنه خلاص كده يعني المدة بتاعتنا كده كفاية قوي. هحط الشكل بتاعي وهضغط عليه، هضغط عليه جامد من تحت ومن فوق، وهستنى عليه في حدود ال 3 دقايق، وهفضل متكية عليه جامد لحد ما اتأكد ان الشكل بتاعي مش بيتحرك من على المج، وان انا لازقاه في المكان الصح بتاعه، ان هو مش معوج، مش فوق مش تحت زيادة. طبعا اللزق ده مناسب للبورسلين ومناسب ممكن لو برواز بلاستيك او كده يكون مناسب معاه، لكن لو هنلزق على خشب الغيرة هو انسب حاجة ان احنا نلزق بيه على الخشب. وان شاء الله برضو هنعمل فيديوهات عن ازاي نستخدم عجينة السيراميك على برواز خشب. دلوقتي الشكل بتاعي لزق زي ما انتوا شايفين اهو، لزق كويس، لزق كويس مش بيتحرك. لازم نسيب اللزق على المج كده مع الشكل برضو في حدود يومين عشان يجمد كويس ويلزق فيه كويس، وبعد كده نبدأ بقى نستخدم المج بتاعنا لو هنشرب فيه او هنديه هدية لحد، يكون بعد يومين من لزقه. بعد ما لزقنا الشكل بتاعنا طبعا ممكن بيزيد كمية بسيطة من اللزق بتاعنا بيكون بره الشكل، لو شايفينه الجزء اللي بيلمع ده لزق زيادة، ده ممكن نشيله، يا اما بنعمل شوية بالكتر بنخرب شوية كده فبيطلع في ايدينا، ودي حاجة مش مستحبة لان ممكن نخربش المج والنتيجة ممكن ما تبقاش ظريفة يعني. ففي مناديل بتشيل المانيكير دي مناسبة جدا، او الاسيتون ممكن نحط نقطة صغيرة في منديل او في قطنة، نقطة صغيرة ونشيل بيها الزيادة لو هي كتير قوي يعني. علشان كده احنا لازم نقلب اللزق بتاعنا كويس
عشان بسرعة يلزق معانا. هو في ثواني، يعني في دقيقتين بالظبط بيكون لزق معانا. لو هو مش متقلب كويس هيفضل الشكل يروح ويجي معانا، يروح ويجي، ويفضل بقى يوسخ لنا المج بتاعنا. وبكده يكون الشكل بتاعنا خلاص لزق على المج كويس. اتمنى يا رب تكون الفيديو ده عجبكم ويكون مفيد بالنسبة لكم، واتمنى طبعا لو تنفذوا الافكار ديت وتوروهاني وتعرفوني ان انتوا نفذتوها. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدوسوا لايك، لان اللايك بتاعتكم دي بتعلي القناة بتاعتي وبتعلي الفيديوهات بتاعتي، تخليها توصل لاكتر عدد من الناس. ولو لسه مش مشتركين في القناة يا ريت تعملوا سبسكرايب، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. انا برد على كل الكومنتات اكيد، انتوا واخدين بالكم يعني. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وطبعا لو عندكم اي اقتراحات قولولي عليها وانا ان شاء الله هنفذها لكم.